بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمه العالمين. احبائي واعزائي متابعين قناه ربيع المشين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هنتكلم النهارده مع بعض عن المكنه القمر او المكنه الكنساي، وخصوصا عن الشداد اللي في المكنه الكنساي. الشداد ده بيركب ليه ولازمته ايه؟ الشداد ده بيركب عشان الاستيك. عشان الاستيك ليه؟ عشان يكون الكسرات اللي بتطلع او انتم بتسموها التمويج اللي بيطلع في الشورت من فوق في القمر يكون كله مسافه واحده، يكون كله شكل واحد ومسافه واحده زي ما يظهر لكم في الفيديو دلوقتي. عايزكم تلاحظوا الخياط بيشتغل ازاي. شايفين حط الاول الشغل تحت الايه، تحت الدواسه زي ما بان لحضراتكم كده، وهيعلق الشورت من ورا، اهو علق الكمر من ورا كده، وبعدين بيركب من قدام ويشد الشداد بتاعه، عشان كده مسميينه شداد. بيخلي كله شده واحده، يبقى الشورت كله شده واحده، ايده ما بتشدش كده شورت ولا حاجه، هو ايده هو شغال بتظبط بس، لكن ما بتشدش الشورت، ما بتشدش الاستيك، ما بتشدش الكمر، تمام كده؟ عشان كده بيطلع كله حاجه واحده، كله بيطلع شكل واحد، وكله بيطلع نفس الكسرات، نفس الطول بتاع بين الكسره والكسره، مفيش حته كبيره وحته صغيره، لا، لاحظوا كده هو شغال ازاي؟ زي ما حضراتكم شايفين كده. دي طريقة الشغل بالشداد. لو حضراتكم عايزين تعرفوا التجهيزة ديت بنجهزها ازاي او بنركب ده ازاي، اكتبوا لي في التعليقات. لو عايزين تعرفوا مكنة القمر، اي حاجة في مكنة القمر عايزين تعرفوها اكتبوا لي في التعليقات. بفضل الله المكنة متاحة عندي دلوقتي، وممكن اعمل لكم اي فيديوهات عليها زي ما انتم عايزين. تظبيط الابر على اي مقاسات عايزينها، تظبيط الشداد ده زي ما انتوا عايزين، اي حاجه في مكنه القمر قولوا عليها وانا اعملها لكم ان شاء الله باذن الله، لان المكنه متاحه عندنا زي ما حضراتكم شايفينها كده في الفيديو. ولاحظوا طريقه الخياط بيشتغل ازاي. وعايز اقول لكم حاجه يا جماعه، يا ريت اللي بيتفرج على الفيديو وما شاركش في القناه يا ريت يشترك في القناه، والاول مره يشوفني يا ريت ياخد جوله كده في القناه ويكتب لي في التعليقات ايه رايه، يعني يعلق لي كده على الفيديوهات يقول لي ايه رايه. والمشترك وبيتفرج على الفيديو يا ريت تعملوا لايك او تعملوا دوسكوا لايك زي ما يعجبكم الفيديو اعملوا، يعني تقولوا رايكم في الفيديو بكل صراحه واكتبوا في التعليقات، وعلى قد ما تقدروا تشيروا الفيديوهات بتاعتي. هو ده الفيديو بتاعنا بتاع النهارده، وكان الغرض منه اعرفكم ازاي الخياط وهو قاعد على المكنه القمر ازاي بيشتغل بطريقه الشداد. دي اسهل كتير لما يشتغل يده وبايده بس. وده الفيديو بتاعنا بتاع النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.